البرتغالي نونو سانتو يثير الجدل حول مستقبله مع الاتحاد بعد تتويجه بالدوري السعودي. بهتافات مدوية، جمهور النصر يغسل أحزان كريستيانو رونالدو. وكيليان مبابي يعتذر من مشجعة في المدرجات. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم عبر قناة العربية رياضة، وسعدوا بمتابعتكم. نبدأ أخبارنا لهذا اليوم من السعودية، حيث أثار البرتغالي نونو سانتو الجدل خلال الساعات القليلة الماضية عبر السوشيال ميديا بعدما رفض المدرب حسم مستقبله مع ناديه الاتحاد المتوج تحت قيادته بلقب الدوري السعودي للمحترفين لأول مرة منذ 2009. مدرب توتنهام وولفرهامبتون وبورتو السابق أطفى الغموض والجدل بشأن مستقبله وسط شائعات تحوم حول رحيله، واكتفى بالقول: أعيش يوما بيوم، اليوم احتفال وغدا عطلة، ثم سنستعد للمباراة القادمة بنفس الالتزام والانضباط، وهذا ما أركز عليه فقط. ونبقى مع الدوري السعودي، حيث انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمهور النصر وهو يهتف باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصوت عال رغم خسارة الدوري كنوع من التقدير والتحية له على أدائه مع الفريق وانتقاله لصفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية. ونجح رونالدو في تسجيل 14 هدف في 19 مباراة لعبها مع النصر في كافة البطولات هذا الموسم، ويعد هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي ينهيه الدون دون التتويج بأي لقب مع الفرق التي لعبها لها بعد الموسم الماضي حين كان يدافع فيه عن ألوان مانشستر يونايتد. ننتقل إلى فرنسا، حيث شهدت مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ في الدوري المحلي لقطة طريفة بطلها كيليان مبابي. فخلال تدريبات الإحماء، قام لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بتسديد كرة قوية ضلت طريقها إلى المدرجات واصطدمت بوجه مشجعة للفريق. هذا الحادث دفع مبابي لأخذ الفتاة المشجعة لدكة البدلاء والطلب من الفريق الطبي الاطمئنان على إصابتها وإسعافها. الأمر لم يتوقف هنا، فبعد انتهاء المباراة وتتويج سان جيرمان بالدوري الفرنسي، ذهب اللاعب للاطمئنان على الفتاة والاعتذار لها مرة أخرى ومنحها أيضا تيشيرت الخاص به كهدية وسط تصفيق الجماهير. الختام مع لوتون تاون صاحب أغرب ملعب في تاريخ الدوري الإنجليزي. هذا النادي استطاع التأهل إلى البريمير ليج الموسم المقبل بعد غياب 32 عاما. شهرة الوافد الجديد تأتي من ملعبه الفريد، فهو يتواجد في مقاطعة صغيرة وتبلغ السعة الجماهيرية فيه لعشرة آلاف مشجع فقط. الأمر لم يتوقف هنا، هذا الملعب الصغير بعض مداخله تتواجد داخل ووسط المنازل، وبالتالي فإن بعض المشجعين سيدخلون إلى الملعب عبر منازل خاصة بسكانها، وهي ظاهرة سنشهدها لأول مرة في البريمير ليج.